السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنستكمل محاضرات مادة تصميم منشآت الري بارت 1 لطلبة تالتة مدني. إحنا دي تالت محاضرة في المنشأ التاني من منشآت التقاطعات اللي هو الصحارة أو السايفون. إحنا عرفنا في المحاضرات اللي فاتت إن خطوات التصميم بتاعتنا عبارة عن ثلاث خطوات. الخطوة الأولانية هي الهيدروليك ديزاين، التصميم الهيدروليكي. الخطوة التانية هو الاستراكشر ديزاين، والخطوة التالتة هو تحويل الأوتبوت أو النواتج من الهيدروليك ديزاين والاستراكشر ديزاين لرسم، اللي هي خطوة الرسم، رسمة اللاي أوت، لوحة الموقع العام. ولو عندنا تفاصيل التسليح نبدأ نحطها في اللوح بتاعتنا. فاحنا المحاضره اللي فاتت، المحاضره الاولانيه في السايفون، عرفنا المنشا وعرفنا المكونات بتاعته وابتدينا رسمه اللي اوت. وبعد كده رجعنا المحاضره اللي فاتت للخطوات المنطقيه للتصميم، اللي هي زي ما مكتوب قدامكم كده. اول خطوه هي الهيدروليك ديزاين، وبعد كده الاستراكشر، وبعد كده الرسم. المحاضره اللي فاتت ابتدينا في الهيدروليك ديزاين وعرفنا يعني ايه هيدروليك ديزاين. قلنا ان الغرض منه هو ايجاد الابعاد الداخليه للمنشا بتاعنا اللي هو السيفون. عاوز اجيب عدد الفتحات، عدد المواسير، اختار نوع الحوائط باختلاف بقى انواعها، بوكس ولا بروكن ولا سلوبينج. وفي اخر حاجه اللي انا اتحقق من الابعاد اللي انا اخترتها دي، هل هي مناسبه ولا لا، عن طريق ان انا اتحقق من شرط الضاغط. لازم اتاكد ان الفواقد اللي هتنتج من وجود المنجأ دوت اللي هو السيفون في الترعه بتاعتي او في المصرف بتاعي ما بتسببليش فواقد اكبر من المسموح بيها. وعرفنا برضك ان في طريقتين للتصميم الهيدروليكي، طريقه اسمها الرننج فول كوندكتس، او ان القطاع بتاعنا مليان بالكامل. والطريقه الثانيه من طرق الهيدروليك ديزاين هي طريقه الرننج فري، ان في جزء داخل المنشأ بتاعنا فيه ميه وجزء فيه هواء، القطاع مملوء جزئيا بالماء. واتفقنا المره اللي فاتت في المحاضره اللي كانت في الكليه ان احنا هنشتغل في الهيدروليك ديزاين الرننج للسايفون، هنشتغل رننج فول فقط. واتفقنا برضك ان احنا هنشتغل على البايب سايفون، والبايب ديت كمان ستيل. يبقى احنا حددنا احنا هنشتغل في السايفون، لما نيجي نعمل ديزاين للسايفون هتكون بايب وهتكون ستيل وهتكون رننج فول. محاضره النهارده ان شاء الله هنروح للخطوه الثانيه في الترتيب المنطقي للديزاين، اللي هي الاستراكشر ديزاين، التصميم الانشائي. يعني بعد ما خلصنا الهيدروليك ديزاين، جبنا عدد المواسير، جبنا القطر، حددنا نوع الحوائط، المدخل والمخرج، وتاكدنا ان الهيدنج اب بتاعنا اقل من او يساوي الهيدنج اب المسموح به. الخطوه اللي بعد كده هي الاستراكشر ديزاين. يبقى ده العنوان الاساسي بتاع المحاضره بتاعت النهارده. بالنسبه للاستراكشر ديزاين للسايفون او الصحاره، فقال لك انشائيا الصحاره بتاعتنا بتتقسم لجزئين، تو بارتس. احنا طبعا عرفنا ان في حاجه اسمها الستريت سايفون، وعرفنا في حاجه اسمها البروكن سايفون، وعرفنا ازاي نحدد هل هي ستريت ولا بروكن عن طريق الليفلز. فانشائيا بقى احنا بنتكلم هنا على الاستراكشر ديزاين، فانشائيا الصحارة بتاعتنا بتتقسم لجزئين، تو بارتس. الجزء الاولاني هو منشأ بيعدي ميه تحت طريق. شايفين كده؟ شايفين الجزء ده؟ شايفين الجزء ده؟ هو عبارة عن منشأ اللي هو احنا حددناه ماسورة وراننج فول، الميه ماشية في كامل القطاعها، بتعدي ميه تحت ايه؟ تحت طريق، بتعدي ميه تحت طريق. نفس الكلام تحت في البروكن سايفون، الجزء اللي هنا دوت، البارت اللي هنا ده عباره عن منشا بيعدي ميه تحت الطريق، هنا منشا بيعدي ميه تحت الطريق. فانشائيا هم قسموا السايفون لجزئين، تو بارتس. الجزء الاولاني اسمه الكالفرت بارت، اللي هو في البدايه وفي النهايه، سواء كانت ستريت سايفون او بروكن سايفون. كالفرت بارت هو عباره عن منشا اللي هو السايفون بتاعنا، بس بيعدي ميه تحت الطريق، عشان كده انشائيا سموه الكالفرت بارت. كالفرت بارت. الجزء الثاني هو بقيه المنشأ بتاعنا اللي هو السايفون، هو في الحته دي، في الحته اللي في النص دي، هو عباره عن منشأ دلوقتي بيعدي ميه تحت ميه، بيعدي ميه تحت ترعه. فهو ده التعريف بتاع السايفون. فالجزء دوت انشائيا سموه السايفون بارت، سواء كان في الستريت سايفون او في البروكينج سايفون. يبقى احنا عندنا انشائيا الصحاره بتاعتنا بنقسمها لجزئين او تو بارتس. الجزء الاولاني اسمه الكالفرت بارت، بيكون في البدايه وفي النهايه، البدايه وفي النهايه. وفي الجزء الوسطي من المنشا بتاعنا اسمها انشائيا سايفون بارت. ان شاء الله لما نيجي نعمل ديزاين للكالفرت بارت، هنعمل ديزاين للكالفرت بارت لوحده وديزاين للسايفون بارت
لوحده، لان زي ما شايفين الاحمال مختلفه، يعني الاحمال هنا مختلفه عن الاحمال المعرضه للجزء ده. فالجزء اللي هو اسمه الكالفرت بارت بيتم تصميمه على اقصى احمال خارجيه، والعكس تماما السايفون بارت بيتم تصميمه على اقصى احمال داخليه. وهنشوف الكلام دوت بالتفصيل كمان شويه. يبقى احنا تاني انشائيا عندنا تو بارتس، جزء اسمه الكالفرت بارت بيكون في البدايه وفي النهايه، وفي جزء اسمه السايفون بارت بيكون في الوسط في الجزء الاوسط من المنشأ بتاعنا اللي هو اسمه السايفون. ليه قسمناهم جزئين او تو بارتس؟ لان الاحمال اللي بيتعرض عليها كل جزء مختلفه عن التاني. الكالفرت بارت معرض لاحمال خارجيه كتير، الجزء اللي هو في المنتصف اللي هو السايفون بارت معرض لاحمال داخليه كتير، وبالتالي لما نيجي نصمم الكالفرت بارت هنصممه على اقصى احمال خارجيه، لما نيجي نصمم السايفون بارت هنصممه على اقصى احمال داخليه. تعال نبدا بالجزء الاولاني اللي هو الكالفرت بارت، ويعتبر زردك زي ريفيجن، زي مراجعه للي انت اخدته في الكالفرت، في المنشأ الكالفرت الاساسي. فاحنا هنبدا بالكالفرت بارت، وقلنا احنا هنصممه على اقصى احمال خارجيه اللي هي الديد لود واللايف لود فقط، بجانب طبعا الاون ويت او الوزن بتاع المنشأ. فالخطوات بتاعتنا، الخطوات دي انتوا المفروض عارفينها، الديزاين ستيبس. هنبدا نفرض assumption، نعمل assuming للدايمنشن، نفرض ابعاد. بعد كده هنبدا نجيب الاحمال اللي هي الديد لود واللايف لود والانترنال ووتر بريشر، وبعد كده نحول الاحمال ديت لستريننج اكشن مومنت ونورمال. والخطوه رقم اربعه هنبدا نشيك على الدايمنشن اللي انا فرضتها في اول خطوه. عشان بس ما نتلخبطش، احنا هنا بنشتغل على بايب وستيل، فما فيش تسليح، لان انا هشيك على ستريس. يبقى انا هجيب ابعاد او افرض ابعاد، اجيب احمال، احول الاحمال ديت لستريننج اكشن، وبعد كده اشيك على الفرض اللي انا فرضته في الاول، هل هو مناسب، هل هيتحمل الستريسز المعرضه ليها ولا لا. تعالى نبدا نشوف الخطوات. احنا تاني هنبدا بالجزء الاولاني اللي هو الكالفرت بارت، وهنبدا نطبق خطوات التصميم. فاول خطوه عندنا هي الاسيومنج للدايمنشن، او اللي انا افرض الابعاد. بما انها ماسوره فاحنا اوريدي عملنا هيدروليك ديزاين، وبالتالي عارفين القطر الداخلي بتاعها. احنا اوريدي عارفين القطر الداخلي، فاحنا هنبدا نفرض تخانه، نبدا نفرض سيكنس للماسوره ديت. ممكن تبدا ب 2 سم، ممكن تبدا ب 3 سم، زي ما انت عاوز. وهتشيك على الكلام ده في اخر خطوه اللي هي خطوه رقم اربعه، تاكد ان الفرض اللي انت فرضته في الاول مظبوط ولا لا. يبقى احنا بنتكلم على ستيل بايب سايفون، التخانه بتبدا من 2 سم يعني 0.02 متر، وهشيك على التخانه ديت. والقطر زي ما قلنا القطر بتاعنا بيكون معروف من الهيدروليك، القطر الداخلي من الهيدروليك ديزاين. فرضت التخانه بتاعتك التي، ابدا بقى الدايمتر زي ما قلنا جبناه من الهيدروليك ديزاين، والتخانه احنا فرضناها. هنبدا نجيب حاجه اسمها الدي اوتر، القطر الخارجي اللي هو عباره عن دي زائد تي من هنا وتي من هنا، يبقى الدي اوتر عباره عن دي زائد 2 تي. وهجيب حاجه اسمها الدي ستار او دي داش، عباره عن ايه؟ عباره عن القطر الداخلي اللي هو دي زائد السي جي من السنتر لاين هنا للسنتر لاين هنا، يعني زودت تي على 2 ومن هنا تي على 2 من هنا، يبقى دي زائد تي. هنحتاجه لما نيجي نشيك على الاسترس. يبقى انا عندي دي جبتها من الهيدروليك ديزاين، الدي اوتر جمعت عليها 2 السيكنس اللي انا فرضته ب 2 سم مثلا، وبعد كده هجيب حاجه اسمها دي داش عباره عن دي زائد تي اللي هي السيكنس بتاعي، اكني واخد من السي جي هنا او من النص التخانه هنا لنص التخانه هنا. يبقى دي اول خطوه، فرضنا التخانه بتاعتي بتساوي 2 سم، وجبت الدي اوتر وجبت الدي داش. خلي بالنا بس هنا اللي احنا ان شاء الله، انت بتعمل هيدروليك ديزاين جبت عدد المواسير والقطر بتاع كل ماسوره. لما نيجي نعمل بقى ستراكشر ديزاين، احنا بنعمل ديزاين لماسوره واحده، بنصمم ماسوره واحده فقط، واللي بينطبق على الماسوره دي بينطبق على الماسوره اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها. فمهما كان عدد المواسير بتاعتك اللي هو ان اللي انت جبته من هيدروليك ديزاين، احنا بنصمم في الاستراكشر ديزاين بناخد واحده بس، ماسوره واحده هي اللي بنعمل عليها الشغل بتاعنا بالكامل. تاني خطوة هي إيجاد الأحمال. فالأحمال زي ما قلنا عندنا في الكالفرت بارت اللي هو شبه الكالفرت اللي انتوا درسته قبل كده، عبارة عن أحمال ديد لود وأحمال لايف لود. خلينا نبدأ بالأحمال اللي هي الديد لود. يبقى الأحمال اللي عندنا ديد لود ولايف لود، الأحمال الديد لود أو الأحمال الميتة نقدر نقسمها لثلاث أحمال رئيسية، الجي 1 اللي هو الوزن بتاع المنشأ الأون ويت،
بعد كده G2 اللي هو وزن التراب اللي فوق الكالفرت بارت، وبعد كده في ضغط جانبي من السويل على الجوانب بتاعة الماسورة هنسميها الايرث بريشر وهنديها الرمز الاي افريج. يبقى ده الديد لود او الثلاث احمال بتوعنا، وزن المنشأ، وزن التراب اللي فوق المنشأ، والايرث بريشر. تعال نجيب بقى كل واحد فيهم، وتاني الكلام ده انت المفروض عارفه فاعتبره زي ريفيو او مراجعة. هنبدأ بالاون ويت اللي هو وزن المنشأ. الماسوره عندنا المنشأ بتاعنا عباره عن ماسوره، القطر الداخلي احنا جبناه من الهيدروليك ديزاين، التخانه فرضناها في الخطوه الاولانيه، وبالتالي قدرنا نجيب حاجه اسمها الدي اوتر اللي هو دي زائد 2 تي. هبدا اجيب وزن الماسوره اللي هو وزن المنشأ، احنا بنتعامل مع نص وزن المنشأ، يبقى نص مضروب في باي على 4 دي اوتر سكوير ناقص دي انر سكوير اللي هي اللي جبتها من الهيدروليك ديزاين. كده جبت الاريا بتاعت الستيل، اضرب الكلام ده في 1 متر، جبت الفوليوم اضرب في الجاما، جبت وزن، الوزن ده قسمه على القطر الخارجي اللي هو دي اوتر عشان احوله لحمل موزع. يبقى الجي 1 اللي هو الاون ويت عباره عن نص وزن الماسوره بتاعتي وحولتها كحمل موزع بالاسم على دي اوتر. الجاما بتاعت الستيل ب 7.8 من 10 طن لكل متر مكعب. احنا كده جبنا وزن الماسوره بتاعتنا عباره عن ايه؟ المساحه الخارجيه طرحتها من المساحه الداخليه، كده جبت مساحه في 1 متر، جبت حجم في جاما، جبت وزن، قسمتها على دي اوتر عشان احولها لحمل موزع. كان الاول حمل مركز بقى حمل موزع. يبقى تاني مساحه خارجيه ناقص مساحه داخليه، جبت مساحه في 1، جبت حجم 1 متر طولي عمودي في جاما، جبت وزن، قسمت على دي اوتر، جبت او حولت الحمل بتاعنا لحمل موزع. تاني حمل ديد لود عندنا هو الايرث ويت او جي 2 اللي هي وزن التراب اللي موجود فوق الكالفرت بارت. وزي ما اتفقنا احنا عندنا يا اما ستريت سايفون يا اما بروكن سايفون، فمش هتفرق معانا مش هتفرق معانا، نفس الخطوات ونفس القانون. فاحنا عندنا هنا فوق الجزء اللي هو الكالفرت بارت في طريق، فالطريق ده العرض بتاعه بيكون معروف اللي هو الرود ويتس. وبعد كده بجيب بنقل التوزيع نقل الحمل داخل السويل بيكون بميل 2 لواحد. فالمسافه دي اسمها دي. المسافه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفرق ما بين الماكسيمم رود ليفل، اقصى منسوب طريق موجود في البروبلم بتاعتي، اطرحه من منسوب اعلى السطح الخارجي بتاع المنشأ بتاعنا اللي هو اسمه سايفون في الجزء بتاع الكالفرت بارت، المنسوب ده ناقص المنسوب ده، جبت الدي. طب بالنسبه للبروكن سايفون، البروكن سايفون هاجي من الجزء اللي هو الستريت اللي هو اسفل الترعه ده، ابدا اتحرك كده افقي وابدا اجيب المسافه اللي هي دي بتاعتي. يبقى المسافه دي برضك هي عباره عن المسافه من المنسوب بتاع الماكسيمم رود ليفل لغايه السطح الافقي بتاع الكالفرت، لغايه السطح الافقي بتاع المنشأ بتاعنا اللي هو الكالفرت بارت في السايفون. وهنا برضك هي مسافه ما بين الماكسيمم رود ليفل والسطح الافقي بتاع المنشأ بتاعنا. يبقى كده جبت ال1 بتكون جيفن، وال2 عباره عن ال1 زائد دي، ودي بجيبها من فرق المناسيب ما بين الماكسيمم رود ليفل اقصى منسوب طريق موجود في المساله والسطح الافقي بتاع المنشأ بتاعنا. هبدا اجيب بقى وزن التراب، عباره عن ترابيزويدل، يبقى عباره عن ال1 زائد ال2، ده زائد ده على 2، جبت البعد المتوسط، اضربه في دي، جبت مساحه، اضربه في 1 متر عمودي، جبت حجم، اضربه في جاما سايل اديني وزن، الوزن ده عشان احوله حمل موزع هروح اقسمه على ال2. يبقى ال1 زائد ال2 على 2، كده جبت البعد المتوسط، ضربته في دي، جبت مساحه في 1 متر، جبت حجم في جاما، جبت وزن، الوزن ده مركز عاوز اخليه موزع، قسمت على ال2. تاني نخلي بالنا هنا ان الدي هي المسافه المقاسه من اعلى منسوب طريق الماكسيمم رود ليفل لغايه سطح المنشا الافقي سواء كان بقى ستريت او بروك. تالت حمل عندنا من احمال الديد لود هو الايرث بريشر او ضغط التراب الجانبي. فضغط التراب الجانبي عباره عن جاما ايرث كي اكتيف في حاجه اسمها الاتش افريج. الاتش افريج ديت بنجيبها ازاي؟ عباره عن دي
اللي هي الفرق ما بين الماكسيمم رود ليفل والسطح الافقي للكالفر، هجمع عليه التخانه بتاعتي اللي هي تي، وبعد كده اجمع عليها نص قطر الماسوره اللي هو دي، يبقى دي زائد تي زائد دي على 2، دي زائد تي زائد دي على 2. جبت الاتش افريج، ضغط او ارتفاع العمود التراب المتوسط، اضربه في جاما، اضربه في كي اكتف، حيث كي اكتف عباره عن 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، والفاي ديت اللي هي الانجل اوف ريبوز بتاعت الساين، لو هي مش جيفن هنتفق ناخدها 30. يبقى ثالث حمل عندنا من احمال الديد لود هو عباره عن الاير بريشر او ضغط التراب الجانبي، عباره عن جاما سايل مضروبه في كي اكتف مضروبه في اتش افريج، واتش افريج ديت عباره عن ارتفاع العمود المتوسط بتاع السايل، عباره عن دي زائد تي زائد دي على 2. بكده جبنا الاحمال اللي هي اسمها الديد لود. تعال نروح نشوف تاني نوع من الاحمال عندنا اللي هي اللايف لود. اللايف لود انتوا برضك اتعرضتوا لها في الكالفرت وعرفتوا ان هي نوعين، او بنقدر نحسبها عن طريقين، عن طريق الطريق الاولاني اللي هو طريقه الكود المصري باستخدام التراك لود، والطريقه الثانيه ان يكون عندي ايكويفالنت لود من حبل موزع مكافئ للتراك لود دي. يبقى الاحمال الحيه ممكن اجيبها عن طريقين، يا اما التراك لود اللي هي تبع الكود المصري الابعاد بتاعت التراك اللي انتوا عارفينها، او ايكويفالنت لود من حمل موزع مكافئ. خلينا نتفق السايفون ان شاء الله مش هنستخدم التراك، هنستخدم هيكون معظم الشغل بتاعنا هيكون على الايكويفالنت لود، حمل موزع مكافئ هنحطه على الطريق وده اللي هنجيب منه الاحمال الحيه بتاعتنا. اللايف لود عباره عن واحد فيرتيكال حمل راسي، واحد تاني هوريزونتال. فده الشكل بتاع الكالفرت بارت، اتفقنا هنحط هنا حمل موزع مكافئ، القيمه بتاعته بتكون جيفن بي لايف لود، بتأثر على عرض الطريق اللي هو اسمه ال واحد، فانا عاوز انقله على السطح بتاع الكالفرت بارت. فطبعا عشان انقل الحمل من على الطريق للسطح الخارجي بتاع الكالفرت هتلاقي القيمه بتاعته هتقل. يبقى انت لو عندك حمل موزع على الطريق بقيمه، قيمه اسمها بي لايف لود، عاوز تنقله للسطح المنشأ بتاعنا اللي هو اسمه الكالفرت بارت في المنشأ اللي هو السايفون، فهتنقله من الطريق للسطح بتاع الكالفرت هتقل القيمه بتاعته، فانت هتضربه في معامل لتقليل القيمه دي. المعامل دوت عباره عن ال1 على ال2. يبقى عشان انقل البي لايف لود اللي موجود على سطح الطريق وانزله على سطح الكالفرت هضربه في معامل تخفيض هو عباره عن ال1 على ال2، حيث ال2 طبعا عباره عن ال1 زائد دي، والدي هي المسافه من الماكسيمم رود ليفل لغايه السطح الافقي بتاع الكالبر بارت بتاعنا. يبقى كده جبت الفيرتيكال لايف لود. في لاترال لايف لود، اللايف لود اللي انا حاطه على الطريق ده بيأثر بلايف لود جانبي على الماسوره بتاعتي، فالاي لايف لود عباره عن البي لايف لود، القيمه اللي فوق دي مضروبه في كي اكتف، والكي اكتف زي ما قلنا عباره عن 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، حيث فاي هي الانجل اوف ريبوز، ولو مش موجوده عندي في البروبلم هفرضها ان هي بتساوي 30. فكده جبنا الاحمال الديد لود وجبنا الاحمال اللايف لود اللي بتاثر على اول بارت، اول جزء اللي هو اسمه الكالفرت بارت في المنشا بتاعنا اللي هو اسمه السايفر. المفروض الخطوه اللي بعد كده هبدا احول الاحمال اللي احنا حسبناها ديت سواء كانت ديد لود او لايف لود لستريننج اكشن، احولها لمومنت ونورم. فاحنا زي ما اتفقنا في اول خطوه بعد ما فرضنا السيكنس اللي هو التي، جبنا حاجه اسمها الدي داش. الدي داش هي المسافه زي ما انتم شايفين من نص السيكنس هنا لغايه نص السيكنس هنا. فلو احنا الماسوره بتاعتنا، احنا دلوقتي الاحمال بتاعتنا احمال فيرتيكال واحمال هوريزونتال، لو الماسوره بتاعتنا معرضه لحمل فيرتيكال منتظم اسمه دبليو من فوق ومن تحت، لان احنا شغالين على نص الماسوره، فالنص اللي فوق زي النص اللي تحت، هنا دبليو وهنا دبليو، فهينتج عن الكلام دوت مومنت ونورمال بالشكل اللي قدامنا ده، ده توزيع او شكل المومنت. فالنقطة اللي فوق دي سميناها ايه، واللي تحت هي برضك ايه، وهنا بي وهنا بي. فنتيجة حمل رأسي بقيمة دبليو لقوا ان المومنت عند نقطة ايه سواء كان فوق هنا او تحت بيكون بوزيتيف، والقيمة بتاعته عبارة عن دبليو في دي داش سكوير على 16، ومفيش نورمال، النورمال على النقط ديت بيكون زيرو.
وبالنسبه لنقطه بي اللي هنا ونقطه بي اللي هنا، فالمومنت بيكون نيجاتيف قيمه الحمل اللي هو الحمل الموزع ال W مضروب في دي داش سكوير على 16، ومقدار النورمال على نقطه بي عباره عن W في دي داش على 2. يبقى لو عندي حمل راسي بمقدار W هياثر على السيركلر بايب بتاعتي المصور كروس السيركلر كروس سكشن بتاعنا بقيم مومنت نورمال عند النقط اللي هم A و B بالقيم اللي موجوده في المعادلات دي. لو الحمل ده بقى هوريزونتال، لان احنا عندنا نوعين من الاحمال، واحد فيرتيكال واحد هوريزونتال، لو الحمل دوت اتغير وبقى افقي بدل ما هو راسي كده، لا هيبقى افقي بمقدار مثلا E، ف هتلاقي ان قيم الاحمال قيم الستريننج اكشن اللي هي المومنت والنورمال اتعكست. يعني المومنت هنا عند نقطه A بقى نيجاتيف، والمومنت عند نقطه B بقى بوزيتيف. النورمال هنا كان صفر بقى ليه قيمه، النورمال هنا كان ليه قيمه بقى ليه صفر. فهتلاقي القيم اتعكست عند اللي هي المومنت والنورمال عند النقط اللي احنا حددناها اللي هي الA والB. فانا عاوز اجيب الماكسيمم مومنت، صح؟ عاوز اجيب الماكسيمم مومنت، فانا عندي احمال فيرتيكال وعندي احمال هوريزونتال. طب اعمل ايه؟ لازم اعمل كيس كده او الف كيس تديني الماكسيمم ماكسيمم مومنت على نقطه من النقط ديت عشان اقدر اعمل ديزاين او اعمل تشيك على الاساس بتاع الماكسيمم مومنت دوت. فاحنا محتاجين الماكسيمم مومنت اللي هي الام ماكسيمم، محتاجين طبعا اللي معاها لو في نورمال بيسموه نورمال كورسبوندنج او اللي معاها او اللي قصادها. فاحنا هنبدا نعمل حاله تحميل. حاله التحميل دي ايه؟ هبدا احط هنا احمال vertical وهحط هنا احمال horizontal. طبعا عندنا احمال ديد لود وعندنا احمال لايف لود. الديد لود موجود معانا على طول، فهتلاقي الجي 1 والجي 2 والاي افريج موجوده على طول، دي مش هنقدر نخفيها او نلغيها. وعندنا احمال لايف لود اللي هي اف لايف لود وعندنا اي لايف لود. الاحمال اللايف لود انا ممكن اشيلها لو انا هتقلل لي المومنت بتاعي، وده اللي حصل في الكيس اللي قدامنا ديت. انا مش موجود عندي هنا الاي لايف لود اللي هو تاثير الحمل اللايف او الحمل الحي على الجوانب، فانا لغيته. فالكيس اللي هتديني ماكسيمم مومنت هي الكيس اللي فيه فيرتيكال ديستريبيوشن لود عباره عن جي 1 زائد جي 2 زائد اف لايف لود، وهنا هوريزونتال او لاترال لايف لود، لاترال لود عباره عن الاي افريج او تأثير التراب الجانبي. ففي الآخر هيطلع لي الماكسيمم مومنت هيطلع عند نقطة B عبارة عن G1 زائد G2 زائد F live load ناقص الـ E average، لأن أنا ما ينفعش ألغي الـ Earth pressure effect. الكلام ده مضروب فيه D داش سكوير على 16، والنورمال الكورسبوندنج هيطلع G1 زائد G2 زائد F live load في D داش على 2. وما ننساش إن D داش عبارة عن D اللي جبتها من هيدروليك ديزاين زائد التخانة اللي أنا فرضتها في أول خطوة. يبقى ده المومنت الماكسيمم وده النورمال كورسبوندنج، ده اللي احنا هنشيك عليه. يبقى انا لو جمعت الاحمال الراسيه والافقيه اللي بيتعرض لها الكالفرت بارت بتاعنا عشان اوصل للكيس تديني ماكسيمم مومنت، هنلاحظ ان انا هستخدم هنا ثلاث احمال فيرتيكال اللي هي جي 1 زائد جي 2 زائد الاف لايف لود، وحمل جانبي هو الاي افريج او تاثير التراب الجانبي. خلاص جبت الماكسيمم مومنت وجبت النورمال كورسبوندنج، يبقى كده جبت الخطوه او خلصت خطوه الستريننج اكشن. الخطوه اللي بعد كده هي الديزاين، الخطوه رقم 4 اللي هي الديزاين. فاحنا هنا ده ستيل بايب سايفون، فانا مش هجيب تسليح لان انا فرضت تخانه في الاول، ما عنديش تسليح لان هي اصلا ستيل. فخطوه الديزاين هنا المينينج بتاعها او المعنى بتاعها ان انا اشيك على الاسترس. انا فرضت حاجه والحاجه ديت عليها احمال، جبت الاحمال ديت وحولتها ستريننج اكشن، عاوز اتاكد الفرد اللي انا فرضته في اول خطوه مظبوط ولا لا. هل السيكنس اللي انا فرضته ده هيتحمل الاحمال، هيتحمل المومنت والنورمال دوت ولا لا؟ فالخطوه رقم 4 هي الديزاين او التصميم. فبما انها ستيل بايب سايفون زي ما قلنا، فالتصميم هنا عباره عن التشيك ستريسز فقط، تشيك على الستريسز فقط. فالقانون بتاعنا بسيط، بيقول لك ان الستريسز بتاعتي بتساوي سالب نورمال على الـ A، N على A ناقص M على Z. الـ A هي كأني واخد تخانة T في 1 متر، يبقى الـ Area عبارة عن 100 في T في التخانة بتاعتي، والـ Z هو الـ Inertia عبارة عن 100 في T سكوير على 6. الكلام دوت المفروض أنا عندي النورمال وعندي المومنت الماكسيمم، أعوض تعويض مباشر في القانون دوت، يطلع لي قيمة الـ Stresses. المفروض الـ Stresses ده يطلع أقل من أو يساوي
الاف او الستريسز البيرميسيبل المسموح بيه في الستيل اللي هو 1200 كيلو جرام لكل سنتي متر سكوير. لو القيمه ديت طلعت اقل من 1200 يبقى خلاص، يبقى الفرض اللي انت فرضته في الاول اللي هي التخانه اللي انت فرضتها الاول اتس اوكي. طب افرض ان هو طلع اكبر من 1200 يبقى في بروبلم عندك، في مشكله، التخانه اللي انت فرضتها مش هتتحمل المومنت، مش هتتحمل النورمال اللي معاها، فاضطر هنا في الحاله دي تزود التخانه بتاعتك او تقترح ان التخانه بتاعتك تزيد بمقدار معين، مثلا لو كانت 2 خليها 3 خليها 4 سنتي حسب الانترفلز المتاحه في السوق او الفرق ما بين كل تخانه والتانيه في السوق. يبقى لو الاف بتاعتي او الاستريس طلعت اكبر من القيمه البيرميسيبل المسموحه بيه اللي هي 1200، هنثبتها 1200 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، اقترح ان انا ازود السم بتاعي، المفروض ابدا اعيد الحل من اول وجديد واتاكد ان السيكنس الجديد دوت هيديني ستريسز او هيتحمل ستريسز تكون اقل او هيتعرض لستريس اقل من 1200. كل اللي فات ده كان خاص بالكالفرت بارت. احنا اتفقنا انشائيا المنشا بتاعنا عباره عن جزئين، كالفرت بارت وسايفون بارت. فاحنا خلصنا دلوقتي كده الديزاين بتاع الكالفرت بارت. الجزء الثاني اسمه السايفون بارت. بردك لو فاكرين في الاول المحاضره قلنا ان السايفون بارت بيتم تصميمه على الاحمال الداخليه فقط، الكالفرت على الاحمال الخارجيه والسايفون بارت على الاحمال الداخلي. يبقى السايفون بارت بيتم تصميمه على الاحمال الداخليه، فالحمل الداخلي عندنا هو ضغط المياه، ضغط المياه اللي هو اسمه بي دبليو، ده بيسموه الانترنال ووتر بريشر او ضغط المياه الداخلي. فعشان اجيب البي ووتر المفروض يكون معلومه عندي اللي هو الاب ستريم ووتر ليفل، بس هو غالبا ما بيكونش موجود، فبيكون عندي الداون ستريم ووتر ليفل، بزود عليه الهيدنج اب البيرميسيبل او الماكسيمم يديني الاب ستريم ووتر ليفل. يبقى الاب ستريم ووتر ليفل عباره عن الداون ستريم ووتر ليفل اللي جيفن في المساله زائد الضغط الاقصى ضغط مسموح بيه اللي هو الهيدنج اب الماكسيمم او الهيدنج اب البيرميسيبل. بطرح الاب ستريم ووتر ليفل من منسوب السنتر لاين ليفل اللي هو منتصف السايفون بتاعتنا في النص بالظبط، الليفل ده اجيبه اطرح الاب ستريم ووتر ليفل ناقص السنتر لاين ليفل دوت، هيديني ارتفاع عمود الميه اللي انا هشتغل عليه اللي هو اسمه اتش ووتر. يبقى انا هجيب اتش ووتر عباره عن الاب ستريم ووتر ليفل ناقص، هنا مش زائد دي، ناقص السنتر لاين بتاع السايفون بتاعتنا. جبت الاتش ووتر، جبت الاتش ووتر اضربها في جاما ووتر يطلع لك البي ووتر اللي هو القوة الداخلية اللي هتسبب لي فورس او ضغط على الجدار الداخلي بتاع الماسورة. يبقى انا كده جبت ضغط المية. طب ضغط المية دي هتسبب لي فورس ازاي؟ انا كده جبت لود عاوز احوله لفورس. فقال لك البي ووتر دي زي ما انتم شايفين كده بتضغط على الجدار الداخلي بتاع الماسورة بتاعتي، ف البي ووتر دي هتسبب لي شد تنشن فورس على الجدار بتاع الماسوره، سبب لي فورس هنا اسمها تي. فتي دي عباره عن ايه؟ عباره عن بي ووتر اللي انا جبتها هنا اللي هي عباره عن جاما ووتر في اتش ووتر، هضربها في دي داش، حيث دي داش عباره عن دي اللي جبته من الهيدروليك ديزاين زائد التخانه اللي انا فرضتها في اول خطوه. الكلام ده مقسوم على اثنين لان في جزء هنا وفي جزء هنا. المفروض التنشن فورس او الشد الناتج من ضغط الميه ده لو قسمته على الكروس سكشن اريا اللي هي عباره عن تي في 100 يعني 1 متر، الكلام ده يطلع اقل من او يساوي 1200 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. غالبا التشيك ده بيكون سيف لان التخانه اللي انا فرضتها في الكالفرت بارت بتغطي او بتتحمل الضغوط الداخليه، يعني غالبا هيطلع التشيك بتاعك دوت سيف. يبقى انا في السايفون بارت جبت الحمل الداخلي اللي هو عباره عن الانترنال ووتر بريشر اللي هو البي دبليو، وبعد كده هحولها ديت لستريننج اكشن عن طريق ان انا اضربها في دي داش على 2، جبت الشد اللي هو التنشن فورس، التنشن فورس دي اقسمها على الاريا دي بالستريس واقارنها بالمسموح بيه اللي هو 1200 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. يبقى احنا كده عملنا ديزاين للكالفرت بارت وعملنا ديزاين للسايفون بارت. يبقى تاني انشائيا انت مطلوب تعمل ديزاين للكالفرت بارت لوحده وتعمل ديزاين للسايفون بارت لوحده. انت كده شايف ان السايفون بارت او المنشا اللي هو السايفون في الاستراكشر ديزاين هو بيضم الكالفرت زائد السايفون، يعني هو
ممكن هتعمل فيه نفس الخطوات بتاعة الكالفرت زائد خطوة جديدة اللي هو التشيك بتاع الاسترس في السايفون بارت اللي هو الجزء الأوسط من المنشأ بتاعنا. تعالى دلوقتي بعد ما عرفنا الخطوات بتاعة الاستراكشر ديزاين، تعالى نكمل المثال اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت. لو انتوا فاكرين خدنا مثال وعملنا عليه هيدروليك ديزاين، وجبنا عدد المواسير وجبنا القطر الداخلي بتاع كل ماسورة، وتأكدنا ان الهيدنج اب بتاعنا اقل من المسموح ليه. تعالى نعمل نكمل على نفس المثال ونعمل الاستراكشر ديزاين، او نكمل ونجيب تخانات ونشيك عليها ونتأكد ان هي سيف. هو نفس المثال، المثال اللي فات. A siphon is to be constructed to pass a flow of a canal under another canal. The figure show the cross section of both canals. أعطيني الماكسيمم ديسشارج هو 7.5 في كانال 1 وكانال 2، والماكسيمم بيرميسبل هيدنج اب 20. كل ده احنا استخدمناه في الهيدروليك ديزاين المره اللي فاتت. السايفون از بروفايدد وذ ستير ريك اتس انلت، واعطيني اللايف لود هنا يونيفور مقداره 2 طن اللي هو الحمل المكافئ الموزع، والجاما ايرث 1.75 والفاي بتاعتي ب 32. This is required. رقم واحد كان الهيدروليك ديزاين وخلصناه المحاضره اللي فاتت. اثنين بقى المره دي كاري اوت ذا كومبليت ستراكشر ديزاين فور ذا سايفون، وكمان عاوز يرسم درو نيت سكتشز شوينج البلين هاف ارث موفد اند سكشن اليفيشن. عاوز يرسم بعد ما خلاص بقى عمل هيدروليك ديزاين وستراكشر ديزاين، عاوز يحول الكلام ده لرسمه اللي اوت، فيرسم بلان هاف ارث موفد وسكشن اليفيشن. تعال نشوف هنعمل ايه. يبقى تاني مطلوب اللي هو الاستراكشر ديزاين. اول خطوه زي ما قلنا هنفرض الدايمنشنز، فانا هفرض ان التخانه بتاعتي 2 سم لانها ستيل بايب. تاني خطوه هو اللودنج الاحمال، وعندنا ديد لود وعندنا لايف لود. الدايمتر بتاعنا جبناه من الهيدروليك ديزاين كان 1.4 متر، يبقى الدي اوتر عباره عن دي زائد 2 تي هيطلع 1.44. هبدا اجيب الاون ويت بتاعنا اللي هو جي 1.5 باي ال 4. 1.44 ناقص 1.4 تربيع المساحه الخارجيه ناقص المساحه الداخليه في 1 متر عمودي في الجامه بتاعت الستيل. اقسم الكلام ده على دي اوتر عشان احوله لحمل موزع، يطلع 0.24 طن لكل متر طولي. هبدا اجيب وزن التراب. خلي بالنا هنا شايفين المربع الاحمر ده كاتب لك الرود ليفل الماكسيمم، اقصى منسوب طريق موجود في المساله بتاعتي. خلي بالنا في الجزئيه دي المنسوب دوت 6.5. انا هنا المنسوب بيكون معروف، بطلع المسافه اللي هي القطر بتاعنا 1.4، بزود التخانه اقدر اجيب المنسوب بتاع السطح الافقي بتاع المنشا بتاعنا. اطرح المنسوب ده ناقص المنسوب ده يديني الدي، يبقى الدي عباره عن 4.8 ال1 بتساوي 10، ال2 عباره عن ال1 زائد دي ب 14.8. ابدا اجيب وزن التراب عباره عن 10 زائد المسافه اللي تحت اللي هي ال2 اللي هي 14.8 على 2، والكلام ده مضروب في دي. جبت مساحه في 1، جبت حجم في الجامه بتاعت الارث جيفن، جبت وزن. احول الوزن دوت من حمل مركز لحمل موزع اللي انا اقسم على ال2، يطلع لي جي 2 بتساوي 6.1 طن لكل متر. الايرث بريشر او الحمل الجانبي اللي جاي من السويل، هنحسب الاتش افريج عباره عن دي زائد تي زائد دي على 2. كل ده جيفن عندي او معلوم عندي دلوقتي ب 4.8 زائد 0.02 اللي انا فرضته زائد 1.4 على 2، يطلع لي 4.8. يبقى الجاما ايرث او الاي افريج عباره عن جاما ايرث جيفن 1.75 كي اكتف 1 ناقص ساين 32 على 1 زائد ساين 32، والفاي هو جيفن عطوها لي، واتفقنا لو هو مش عطاها لي هاخدها ب 30. هضرب الكلام دوت في اتش افريج، يطلع لي قيمه الاي افريج عباره عن 2.54. كل اللي فات ده كان ديد لود، اروح لللايف لود. هو اعطيني حمل موزع على الطريق بمقدار 2 طن لكل متر سكوير، عاوز انقله على السطح الافقي بتاع الكالفرت بحمل اسمه اف لايف لود. اف لايف لود ده قيمته اقل من القيمه ديت بمقدار تخفيض اللي هو عباره عن ال1 على ال2، يبقى 2 في 10 اللي هي ال1 على ال2 يطلع لي 1.42. ده كده الفيرتيكال لايف لود. مش محتاج احسب اللايف لود الهوريزونتال لان احنا زي ما اتفقنا في حاله التحميل القصوى انا لغيتها. في الجزء بتاع السايفون بارت معرض زي ما قلنا للانترنال ووتر بريشر، فمحتاج اجيب المنسوب اللي هنا اللي هو الاب ستريم ووتر ليفل، فهاخد الداون ستريم ووتر ليفل اللي هو كان 2.5، هجمع عليه الاتش هيدنج اب الماكسيمم اللي هو 0.2 يطلع لي 2.7.
منسوب السنتر لاين بتاع الكالفرت انا عندي المنسوب اللي تحت واحد، اجمع عليه دي على 2 اللي هي 1.4 على 2، جبت المنسوب ده، اطرح المنسوب ده ناقص المنسوب ده يديني اتش ووتر يبقى 1 متر، اضربها في جاما يديني البي ووتر، ومنها اقدر اجيب التي او الفورس الشد اللي بتاثر على الجدار الداخلي بتاع السايكل. هبدا الخطوه اللي بعد كده، هبدا اشتغل بقى واجيب الستريننج اكشن اللي هي المومنت والنورمال في حاله الكالفرت بارت والتي في حاله السايفون بارت. فالمومنت عباره عن جي 1 جي 2 زائد اف لايف لود ناقص اي افريج في دي داش على دي داش سكوير على 16، ودي داش زي ما قلنا عباره عن دي زائد تي. اقدر اجيب المومنت تعويض مباشر، بعد كده النورمال جي 1 زائد جي 2 زائد اف لايف لود في دي داش على 2، جبت النورمال. بالنسبه للسايفون بارت هبدا اجيب التي او الشد عباره عن بي دبليو في دي داش على 2. كده جبنا الستريننج اكشن في الكالفرت بارت وفي السايفون بارت. الخطوه الرابعه اللي انا اعمل ديزاين اشيك على الاستريسز بتاعتي سواء كان في الكالفرت او في السايفون بورتس. فانا عندي هنا المومنت الماكسيمم وادي النورمال الكورسبوندنج، اقدر اجيب الاستريسز 5 1 5 اللي هي الان مقسومه على الاريا اللي هي 1 في التخانه اللي انا فرضتها ناقص 0.66 تون متر اللي هي المومنت مقسومه على الزد اللي هي 1 في تي سكوير على 6. هيطلع لي الكلام دوت بالوحدات دي كذا طن لكل متر سكوير، اقدر احولها لكيلو جرام على السنتي وقارنها بال 1200. الرقم ده اقل من 1200 يطلع الفرد اللي انا فرضته في الاول ان التخانه 2 سنتي ديت كويسه كويسه، يعني ما فيش ان الاستريس بتاعها اقل من المسموح بيه. بالنسبه للسايفون بارت هتاكد بردك التي اللي انا جبتها اللي هي 0.72 اقسمها على الاريا اللي هي 1.02 يطلع لي 36 طن لكل متر مربع، يعني الكلام ده 3.6 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، اقل بكتير جدا من المسموح به اللي هو ال 1200. عشان كده بقول لك لو ده سيف اكيد ده هيطلع سيف، يعني التشيك بتاع الاستريسز في الكالفرت بارت لو طلع سيف اكيد التشيك بتاع الاستريسز في السايفون بارت هيطلع سيف. هنا بص كده كام 1017، هنا 3.6 كيلو جرام لكل سنتيمتر سكوير. كده احنا عملنا فول ديزاين، فرضنا تخانه وبعد كده جبنا الاحمال اللي بتاثر على الكالفرت بارت والسايفون بارت وحولنا الاحمال ديت لستريننج اكشن سواء في الكالفرت بارت مومنت ونورمال سواء في السايفون بارت عباره عن تنشن فورس، وشيكت على الاستريسز في الجزئين وطلعوا الاثنين سيف. يبقى انا كده عملت كومبليت استراكشر ديزاين. اقدر في الحاله دي ان انا ابدا ارسم بقى الرسمه المطلوبه مني اللي هي رسمه الموقع العام اللي هي اللي اوت اللي هي بلان هاف ايرث ريموفد سكشن الليفيشن. وباكد على الملحوظه اللي قلتها المره اللي فاتت، اي حاجه انت بتعمل هيدروليك ديزاين المفروض تنعكس على الرسمه بتاعته. يعني انا جبت من الهيدروليك ديزاين ان هم صورتين كل واحده فيهم 1.4، يبقى لازم يبان عندي ماسورتين القطر بتاعها 1.4. لما جينا عملنا هيدروليك ديزاين فرضت ان الحوائط هنا بوكس وهنا بوكس، وطلع في الاخر الهيدنج اب غير يعني اكبر من المسموح به، فغيرت الحوائط في المخرج خليتها سلوبنج، يبقى هنا لازم يبان عندي بوكس ويبان عندي هنا سلوبنج. الاعمال بتاعت التراب التوسيع والتضييق بيبانوا في الناحيتين. المناسيب بتاعتي لازم تتحط كامله. اي ارقام او اي حاجه انت جبتها من الهيدروليك ديزاين والاستراكشر ديزاين حاول تحطها كامله على الرسمه بتاعتك. نفس الكلام في الاليفيشن، المنسوب ده انا جبته اللي هو 1، بعد كده جبت المنسوب بتاع السطح الخارجي بتاع المنشأ اللي هو 2.42، وحطيت المناسيب بتاعت القطاع بتاعت الترعه كامله، الابعاد بتاعتي كامله، الاكسسوارز اللي هي الجروف والمشايه والراكس ونهايه الحيطه، شكل السلوبنج في الاليفيشن، كل دوت لازم يكون موجود عندي في الرسمه بتاعتي. احنا بكده نكون خلصنا، عملنا تصميم كامل للمنشأ الثاني من منشآت التقاطعات بتاعتنا اللي هو السايفون، واحنا طبعا اختصرناه في ان احنا حددنا ان هو يكون بايب وان هو يكون ستيل، مفيش ما اشتغلناش بوكس ار سي بوكس سايفون، اشتغلنا بايب سايفون وكمان حددنا ان هي ستيل. المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا في المنشأ الثالث من منشآت التقاطعات اللي هو الاكودكت اللي هو بيحل نفس مشكله تقاطع مجريين مائيين. بكده تكون المحاضرة الثالثة اللي هي معاكم انتهت، نشوفكم إن شاء الله في المحاضرة رقم 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.